وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور دان العدوان الصهيوني الوحشي على المواقع السورية مؤكدا أنه يهدف إلى تفجير المنطقة. وقال منصور في تصريح صحفي إن ما قامت به إسرائيل هو عدوان سافر ليس موجها ضد سوريا فقط وإنما ضد العرب جميعا، مضيفا أنه علينا ألا نترك سوريا وحدها لأن إسرائيل تريد من وراء عدوانها هذا جر المنطقة إلى أتون الحرب. كما دعا منصور الجامعة العربية إلى اتخاذ مواقف من هذا العدوان الذي تمهد له إسرائيل ومن يساعدها على ذلك. في سياق متصل تقدم لبنان بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة للسيادة اللبنانية، وطلب عدنان منصور من مندوب لبنان الدائم في الأمم المتحدة تقديم الشكوى لما تشكله هذه الاعتداءات من خرق سافر للسيادة اللبنانية وللقرارات الدولية ذات الصلة لا سيما القرار 1701. وفي أعقاب العدوان الإسرائيلي الوحشي رفع جيش الاحتلال الإسرائيلي درجة استنفار قواته على طول الحدود الفلسطينية المحتلة مع الحدود اللبنانية.